وحلقة جديدة من برنامجكم فضاءات الثقافي. اليوم أعزائي المستمعين سوف نقف مع فضاء متغير جدا، طرأت عليه الكثير من التغييرات التي حولت لنقول جزءا مهما من ترابه ومجاله. وهذا الفضاء الذي يمتح من جذور تاريخية ملؤها الثقافة والحضارة والتمدن، على اعتبار أن هذا الفضاء كان محط هجرة أندلسية غنية بالثقافة ومعالم الحضارة الأندلسية. واليوم أعزائنا المستمعين، هذا الفضاء فضاء فحص أنجرة طرأت عليه تغييرات جمة وهيكلية، على اعتبار أنه يضم اليوم أوراشا اقتصادية وتنموية مهيكلة، ليس فقط على الصعيد الوطني ولكن صيتها وأثرها الاقتصادي ومكانتها الاقتصادية والتنموية ترتب في صدارة المشاريع التنموية والاقتصادية القارية على مستوى إفريقيا وعلى مستوى البحر الأبيض المتوسط. فحص أنجرة هذه المنطقة الجبلية الخلابة، وأكيد أننا لما نتحدث عن فحص أنجرة لا يمكن أن نمر مرور الكرام عن منطقة لها كما ذكرنا بعد تاريخي جم. نتحدث عن قصر الصغير أو قصر المجاز، هذه المنطقة التي لعبت أدوارا تاريخية كبيرة منذ العهد ليس فقط الإسلامي ولكن قبل العهد الإسلامي، منذ العهود الفينيقية والرومانية القديمة. سوف نتحدث أعزائنا المستمعين عن هذه المنطقة والدينامية التي عرفتها تأسيسا من الكتاب القيم الذي يهدينا لنا اليوم الأستاذ الدكتور بدر الدين غواص، وهو يدرس ويحلل ويناقش الدينامية المجالية بالريف الغربي، حالة جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز. والدكتور بدر الدين غواص باحث في الجغرافيا السياسية والجغرافيا المجالية بالمغرب، وهو باحث له العديد من الأبحاث والمقالات في هذا الشأن ومساهمات علمية وأكاديمية في عدة ملتقيات ولقاءات علمية وعبر وسائل إعلام. ونجدد به الترحاب معنا عبر أثير إذاعة طنجة مرة أخرى ليغنينا بهذا النقاش ويغني هذه الحلقة بإضاءة هذا الكتاب الذي يهدينا اليوم والمعنون بالدينامية المجالية بالريف المغربي، حالة جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز. الدكتور بدر الدين غواص، مرحبا بك. مرحبا بك أستاذ خالد. أهلا وسهلا بك دكتور بدر الدين، وسعداء بتجديد اللقية معك مرة أخرى عبر أثير إذاعة طنجة. شكرا جزيلا أستاذ خالد، شكرا لجنود الخفاء وكل الصاهرين والعاملين في إذاعة طنجة وكل المتتبعين والمستمعين لهذه الإذاعة ذات الصيت الدولي. مرحبا بك أستاذي الفاضل. وسيشاركنا الحديث أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة أحد أبناء منطقة فحص أنجرة وأحد الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والأكاديميين، أقول لأن الأستاذ عبد الواحد الهيشو تمرس في الصحافة والإعلام وأهدانا عدة كتب حول المنطقة وتاريخها، خاصة ما يرتبط بمهرجانها المتميز العنصرة، وكذلك له خبرة مجالية على اعتبار الدورات التكوينية وكذلك اللقاءات العلمية التي يؤسسها وينظمها بمنطقة فحص أنجرة وتحديدا بقصر المجاز والقصر الصغير. نرحب بالأستاذ عبد الواحد الهيشو، مرحبا بك أستاذ الفاضل مرة أخرى معنا عبر أثير إذاعة طنجة. شكرا الأستاذ سيدي خالد، والشكر موصول كذلك للدكتور سي بدر الدين غواص، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أسرة إذاعة طنجة بكل أطيافها،
سواء على الجانب الإعلامي أو الإخوان في القسم التقني أو المكلفين بالإرسال، فتحية لكم جميعا وكل التقدير والاحترام لهذه الإذاعة الوطنية المحترمة الفاعلة والمستفيدة والمفيدة. شكرا. مرحبا بك أستاذي الفضيل سي عبد الواحد الهيشو، ودائما أعرفك غيورا على منطقة فحص أنجرة ومنطقة الشمال عموما. وسوف أبدأ معك أستاذي الفضيل سيدي بدر الدين أبواص، الأستاذ الباحث في الجغرافية السياسية والاقتصادية والتنموية بمنطقة الشمال. اليوم الدكتور بدر الدين أبواص يقدم لنا كتابا عنوانه بالدينامية المجالية بالريف الغربي، حالة جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز. وهذا الكتاب في الجغرافية السياسية والتنموية أكيد من الكتب القلائل التي ترصد بالدراسة والتحليل المجال وتطوره وديناميته في منطقة الشمال، وهو من الكتب المتخصصة التي ترصد لنا تطور هذا الفضاء، فضاء جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز. في البداية دكتور بدر الدين أبواص، وقبل أن نتطرق إلى عتبة هذا الكتاب ومفهومه ومحاوره والأفكار الكبرى، نريد لماذا هذا التخصيص بالدراسة والتحليل لفضاء فحص أنجرة وقصر المجاز وقصر الصغير؟ ألهذا الفضاء خصوصية كبرى؟ ألهذا الفضاء تميز عن باقي الفضاءات الترابية الأخرى؟ شكرا الأستاذ الجليل خالد شطيبات. الحقيقة هذه الدراسة هي من الدراسات التي نحت نحو المقاربات الجغرافية في المجالات الهشة، ويمكن أن نقول على أن جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز من الجماعات التي لها إرث تاريخي طويل يمتد إلى تاريخ ما قبل الميلاد إلى الآن. ورغم أن هذه المجالات الجغرافية القروية بإرثها التاريخي والحضاري، فإنها عرفت مرحلة ركود وهشاشة، لكن موقعها الاستراتيجي على مضيق جبل طارق الذي يعتبر ثاني أكبر محور تجاري في التجارة البحرية العالمية، جعل هاتين الجماعتين تتحولان من جماعتين قرويتين مهمشتين إلى مجال معولم إثر إنجاز مجموعة من المشاريع الاستراتيجية. وأعني بالذكر المركب المينائي طنجر المتوسط والتجهيزات المرافقة له، مثالا الخط السريع الخط السيار طنجر المتوسط والخط السكاكي، ولا ننسى القاعدة البحرية الموجودة في جماعة القصر الصغير عند متجر الزهر. إذن اختياري لهاتين الجماعتين أولا اختيار شخصي مرتبط بكون هذه الجماعتين أو الجماعتان كان ضمن مجال دراستي أيام كنت أدرس الماستر. النقطة الثانية هو أن هاتين الجماعتين هي من الجماعات التي عرفت تحولا كبيرا إثر إنجاز هذه المشاريع الاستراتيجية، وتغيرت من مجال قروي إلى مجال حضري، وأعني بالذكر ظهور مجموعة من وثائق التعمير التي ساهمت في تأهيل المجال. رغم أنه مجال قروي هش، لكنه خضع لعملية تأهيل من خلال التصميم، التهيئة،
للقطب الحضري والإداري القصر الصغير قصر المجلس. نعم. شكرا جزيلا أستاذ بدر الدين الرواس على هذه التوطئة لأنها تحيلنا للحديث. ودعني أتحول إلى الأستاذ عبد الواحد الهيشو لأننا نريد أن نعرف طبيعة المجال بالقصر الصغير وقصر المجاز قبل أن تنشأ في هذه المشاريع المهيكلة الكبرى. نريد أن نتعرف ونعود رويدا إلى الوراء ليعطينا الأستاذ عبد الواحد الهيشو صورة على طبيعة الحياة الدينامية الاجتماعية بهاتين الجماعتين. أستاذ عبد الواحد الهيشو إذا ما عدت بك قليلا إلى الوراء قبل أن يعني تنزل وتنفذ وتؤجرأ هذه المشاريع الكبرى المهيكلة بقصر المجاز وقصر الصغير، كيف كانت الحالة بهذه المنطقة؟ فمن خلال النظرة العامة حول هذا الإصدار القيم الذي أصدره الدكتور سي بدر الدين اللي هو الدينامية المجارية بالريف الغربي، أنا أنظر إليه كنقطة تسمى جغرافية القرب. أولا الأخ المؤلف أو الكاتب انطلق من معطيات ميدانية من عين المكان، وفعلا ضروري ما يكون لقى واحد عدد الصعوبات باش يمكن له يحصل على الأرقام اللي هي الرسمية، لأن كنشوفوا أن الأرقام المراجع للكتاب هي كلها أرقام عند الشرعية الإدارية. فعلا الماضي كان ماضي والحاضر حاضر والمستقبل لازال مجهولا لا يعلم به إلا الله. فبالنسبة للتحول ما بين الماضي والحاضر حول المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والحضاري كاين أشياء هي بحكم الطبيعة غتكون موجودة سواء بدا المشاريع ولا بلا مشاريع. فمن اللي كننظر أنا من المقارنة ما بين جامعة القصر الصغير وقصر المجاز وكان وضع المنجزات ديالة مع المردودية على الساكنة وكنشوف جامعة اللي ما عندها لا ميناء ولا مصانع فهي في نفس المعدل للتنمية. معايا سيدي خالد؟ نعم. هذه الجامعتين عندها امتياز، عندها موانئ صف موانئ دولية، عندها مصانع تحظى بالتسويق الدولي، وعندها قاعدة اجتماعية لنية الأصل هما الساكنة، هي القاعدة الأصلية. نعم. الشعبية. سيدي عبد الواحد الهيشو، سيدي عبد الواحد، سوف نرى تأثير وانعكاس هذه المشاريع الكبرى على البنية الاجتماعية في المنطقة، لكن هذه نقطة هذا هو مربط الفرس. نعم. اللي باغي نوصل له. نعم. أنا باغي قبل ما توصل هذه النقطة احنا فقط نريد أن نصف للمستمع الكريم سواء في مدينة طنجة وحتى في المدن المغربية وخارج المغرب لأنهم يستمعون لنا الآن، إذا أريد أن أعرف هل وجه هذه المنطقة تغير كثيرا خلال العشر أو عشرين سنة الأخيرة منذ تفعيل هذه المشاريع المهيكلة بالمنطقة؟ على المستوى المحلي، على المستوى المحلي والدولي لم يتغير أي شيء، ولكن على المستوى السياسة العامة أو المنفعة العامة للدولة بصفة عامة فهناك الشيء الكثير. أرى نفرق ما بين التوجه العام المركزي اللي هو كيشمل المنفعة العامة لجميع المواطنين والمواطنات والاستفادة المحلية. فعلى مستوى الاستفادة المحلية لم نصل إلى 5%. لم نصل إلى 5%. أنا ما كنناقش المعطيات اللي هي في الكتاب الأرقام، هذه أرقام إدارية، ولكن الإنزال ديالها الأرقام الحقيقية هي المرتبطة بالجانب الجغرافي. الأرقام الحقيقية اللي هي فيها إجماع هي المتعلقة بالجانب الجغرافي. نعم. والجانب الطبيعي. أما الجانب الاقتصادي فهي أرقام لم تنزل إلى أرض الواقع. لنقول أستاذ عبد الواحد الهيشو أو نريد أن نعرف منك بالأحرى، هل هذا التطور الذي عرفته المنطقة صحبه يعني إنجاز
وخلق مجموعة من المرافق العمومية. هل صاحبه التغير في السلوك الاجتماعي للساكنة بقصر المجاز وقصر الصغير؟ هل صاحبته إنشاء مؤسسات ذات طبيعة اجتماعية سواء التي تهم المرأة أو الشباب أو الأطفال؟ أم أن يعني المجتمع ديال القصر الصغير والمنطقة بقي على حاله ولم يشهد أي تطور؟ الجواب هو شهادة صدق من عين المكان لكوني من مواليد المنطقة ومن السكان. أنا لحد الآن أتحدث عبر الهاتف من عين المكان. نعم. معناه ماشي كنت تكلم بالرواية أو الإيقاع أو ما قال، كنت تكلم من عين المكان من الواقع اللي كنعيشه أنا في وسط مع أولادي يوميا. نعم. فالمنطقة ماشية بسرعة واحدة وهي السرعة الاقتصادية، ما كاينش السرعة الاجتماعية. فبالنسبة من المنطقة وحتى الجهة لم تستفيد في الشطر الاجتماعي. إذا قلنا مثلا أن التعليم سياسة تعليمية ماشي غير عند المنطقة، فشملت الخريطة الوطنية كاملة، هذا الإعدادية والثانوية والمدرسة الابتدائية في كل قرية، هذه كاين في جميع النقاط عبر الطرق الوطنية. لما كتقول الإنارة 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 لم يبقى أي دور على المستوى الوطني بدون إنارة، باقي غير المشكل ديال الماء، الماء الصحي الشرب هو اللي باقي فيه المشكل. أما على المستوى الإنارة الخريطة الوطنية تغطت 100%. دعني أتساءل عن هذا التحول على الأقل فيما يرتبط بتمكين المواطن من الحقوق الأساسية عبر يعني خلق مرافق عمومية وخدمات القرى. أعطيني مثلا هل هناك من ضواوير المنطقة الذين لم يتوفروا أم لم يستفيدوا بعد مثلا من شبكات أو الاتصال بشبكات الماء للصالح للشرب، أو لم يستفيدوا بعد من الإنارة العمومية؟ هل هناك من مباشر هاتين الجماعتين على المستوى الإقليمي، على المستوى الخريطة الإقليمية إقليم الفحص أنجرة، بالنسبة للإنارة العمومية التغطية 100%؟ نعم. وعلى مستوى الماء الصالح للشرب التركيز كاين على المناطق والنقاط المجاورة، نقدر يكون عندي رقم تقديري مش يقدر أخلص منه، رقم تقديري حسب ما أعرفه على بعض الجامعة الترابية والتطور ديالة تقريبا وصلنا 71%. هذا مليك نقول 70%، احنا في العالم القريب عندنا 0% حضاري. لما كان نهضروا على هذا الإقليم ما خصناش نقولوا كلمة حاضرة، لأننا ما زلنا مسجلين إقليم قربي 100%. إذن جميع المداشير عندها التغطية الكهربائية 100% وعندها الماء الصالح للشرب 70%. نعم. والمرافق الأساسية الأخرى، المرافق العمومية اللي يعرف المستمع ويسمع من عين المكان كيف يعقل أن هذه القوة الاقتصادية اللي في المنطقة عبر الميناء والمصانع الكبرى ولا تتوفر الجماعتين، بما أنهما موضوع تركيز في الكيسر، الجماعتين القصر الصغير والقصر الكبير لا يتوفران على دار ثقافة. ولما كنقولوا دار ثقافة أن على الأقل على واحد المساحة هذا 100 متر، وأن التكلفة المالية لا تتعدى مليون درهم تنتبنا وواحد 500,000 درهم بالكتيبات. إذا واحد المشروعين هو لا يتطلب جلد مليون درهم، لا يوجد فوق الجماعتين معا. لما نقول أن دار الشباب لا يتوفر على دار الشباب، رغم أن القوة الاقتصادية والقوة الصناعية أن الشباب ما عندوش حتى فين يقدر يلبي بعض الرغبات أو طموحات الطفولة دياله أو الشبابية دياله، لا نتوفر على أي دار الشباب فوق تراب الجامعتين معا. أما المرافق العمومية فنسجل بكل صدق بكل شيء، وإحنا نتكلم مع الإدارة اللي إذا كان الإدارة عندها شيء مندوبية ديالة ورينا فش من دور كينا أو فش من مركز. لا نتوفر جميع القطاعات الحكومية، جميع القطاعات الحكومية القطاعات الوزارية صفر مديرية فوق التراب الإقليمي، فكلهم يوجدون فوق التراب مدينة أصيلة. نعم. شكرا جزيلا على هذه الملاحظة. أن الأسر إذا احتاج الطباشير في واحد الدور معين كيخصو يمشي حتى المجمع الحزبي أصيلة. نعم.
واضحة الفكرة السي عبد الواحد الهيشو، شكرا على إبداء هذه الملاحظات القيمة، وأكيد هي ملاحظات عديدة الدكتور عبد بدر الدين أرواس. ودائما هذا التساؤل على هذا الأثر الذي يمكن أن تخلقه هذه المشاريع المهيكلة على النسيج الاجتماعي. أستاذ عبد الواحد الهيشو يتحدث من صميم واقع الاجتماعي للمنطقة، وأكيد أن في ذلك مجموعة من الملاحظات، ولكن قبل أن نتفاعل مع هذه الملاحظات نريد أن تضعنا وتضع المستمعين الكرام كذلك في حجم هذه الأوراش المهيكلة بالمنطقة، على اعتبار أنها أوراش كبرى وطنية ولها مساهمة وإضافة كبيرة في الاقتصاد الوطني. نعم، بالنسبة ل الدراسة التي قمنا بها هي تشير إلى مجموعة من التحولات الكبرى التي عرفتها جماعتا القصر الصغير وقصر المجلس. نحن لا ننكر على أن العنصر الاجتماعي ما زال غائبا في مشاريع التنمية الاقتصادية، وكنت دائما أطرح إشكالية الاستدامة في المشاريع الاقتصادية. وبالتالي فالإشكالية التي طرحتها في هذه الدراسة هي إلى أي حد تمكنت هذه المشاريع الاقتصادية في خلق تنمية اجتماعية التي أشار إليها الأخ عبد الواحد في حديثه. وأظن على أن الجزء الأول من الكتاب الدينامية المجالية بريف الغربي حالة جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز، هناك دراسة للتنظيم الإداري بالجماعتين، دينامية ديموغرافية بالجماعتين، تطور الكثافة السكانية، وهي دراسة تمتح من السوسيولوجية المنطقة. ضروري الدراسة بالمقارنة تمتحي من جميع العلوم التي يمكن أن تساهم في تفسير الظواهر التي طغت على مجال القصر الصغير والقصر المجاز. ومن هنا قلنا الدينامية. إذن السؤال ماذا نقصد بالدينامية؟ الدينامية نعم. الدينامية هو مصطلح جغرافي مشتق من أصول فرنسية لا ديناميك، أو تسمى بالعربية الحركية. عندما نقول الدينامية هي حالة التدفق، تدفق الأنشطة، تدفق مجموعة من الحركات الاجتماعية والاقتصادية، ولكنها في إطار متماسك ونسقي، بحيث أن هذه الدينامية ما تهدف؟ تهدف إلى تحقيق أهداف تلك الجماعة التي تتحرك. فنقول الدينامية المجالية، يعني تلك الحركية التي يعرفها مجال معين. ونقول كذلك الدينامية الاقتصادية عندما نتطرق إلى حركية الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والصناعية والتجارية. كذلك نقول الدينامية الاجتماعية عندما نشير إلى حركية المجتمع أو بسوى السكان في مجال معين. نعم. فمن خلال كتابنا تحدثنا عن مجموعة من أنواع الديناميات، وأثرنا من خلال هذه الدراسة تلك الدينامية التي عرفتها الجماعة، جماعة القصر الصغير وقصر المجاز، قبل أن يتم إنجاز هذه المشاريع وتأثيرها بعد ذلك. منطقة الشمال عموما، وهذه المنطقة منطقة فاس أنجرة وتحديدا قصري أو لجماعتي قصر المجاز والقصر الصغير، كانت معروفة كما هو حال المناطق البادية، معروفة بالدينامية الفلاحية. فلاحية نعم. كان هناك شغال وحركة
تجارية بحرية بحرية نعم. تقليدية الصيد البحري نعم. الصيد التقليدي إلى غير نعم. ذلك. هناك حركة ديال الخدمات الاجتماعية وخدمات مثلا حركة تجارية بسيطة جدا في الأسواق إلى غير ذلك. ثم هناك بعد الحركة لنقول سياحية نوعا ما خدمات سياحية مرتبطة بفصل الصيف نعم مرتبطة بفصل الصيف لأن المنطقة تتوفر على شواطئ نعم. جميلة جدا. هل تقلصت هذه المجالات على حساب الأوراش الكبرى؟ هل ما زالت هذه الديناميات مشغلة؟ هل تطورت أم تراجعت؟ صورة الدكتور بدر الدين فواز. نعم، إذا تحدثنا عن الدينامية فإننا سنتحدث عن مجموعة من التحولات التي أثرت على حركية الاقتصاد والمجال والمجتمع. نعم. فمثلا ننطلق من الحركية أو الدينامية الاجتماعية، فإذا لاحظنا أولا التزايد السكاني فإنه ارتفع من سنة 2004 إلى 2014 نعم، وذلك ارتبط ليس بارتفاع الولاد تزايد الولادات والوفيات لا، وإنما كذلك بتزايد أعداد المهاجرين الذين استقروا في المنطقة بحثاً عن العمل في المشاريع الاقتصادية. إذن هذه دينامية اجتماعية، لكن داخل الدينامية الاجتماعية كان هنالك تحول. من بين هذه التحولات هي أولاً انخفاض معدل الخصوبة، كان معدل الخصوبة مرتفع، بمعنى ماذا نقصد بمعدل الخصوبة؟ يعني مجموع عدد الأولاد لكل امرأة في فترة الإنجاب. في الفترة التي عاشت هذه المجالات الهشة وضعية مهمشة، إذا لاحظنا عدد الأطفال لكل امرأة قد يبلغ ما بين 4 إلى 5 أطفال، لكن مع الحركية الاجتماعية ماذا حصل؟ أننا تراجع معدل الخصوبة. فحاولنا أن نطرح السؤال لماذا انخفض هذا المعدل. من بين الأسباب هو تزايد وعي المرأة بأهمية تنظيم النسل، لا نقول وعي تنظيم الأسرة، كان جزءا من الأسباب التي ساهمت في هذا المعدل. لا ننسى أن كذلك الوضع الاجتماعي الهش ساهم كذلك في تراجع متوسط سن الزواج، كذلك كذلك ظهور رغبة لدى المرأة القروية، وهنالك كذلك مشاريع للخفض من الهدر المدرسي فيما يخص الفتيات، ساهم كذلك في عزوف نسبي عن الزواج وكذلك تراجع متوسط الزواج. دابا الآن إلى شفنا المتوسط الزواج سنة 2004 ومتوسط الزواج سنة 2014 على قوة التغير بين سنتين إلى سنة. في المثال في الأول كان متوسط الزواج عند الرجل يبلغ 27 سنة، الآن 29 سنة. هذه المعطيات لا يمكن أن نراها في الواقع إلا إذا قمنا بالتمحيص داخل الأسر القروية. هذه جزء من الدينامية الاجتماعية التي عرفتها المنطقة. لا ننسى بأن مجهودات هل دعني أقول في نقطة لست أدري هل هي ذات ارتباط مباشر وتأثير مباشر، هو أن الضوابط القانونية التي أعملت على التراب على المجال خلقت قيودا وصعوبات للساكنة، ومن هنا نتحدث عن الوثائق ديال التعمير ورخص البناء. هذا الذي هذا الأمر ربما يشكل صعوبات للأسر الاجتماعية الهشة والبسيطة التي تجد صعوبات كبيرة في مواكبة مثل هذه الضوابط النصوص وقوانين التعمير. نعم، وهنالك تحول على مستوى المجالي، بمعنى تلك الثقافة التي تعتمد على الأسرة الموسعة كان من بين مظاهرها ما يسمى ذاك البيت الواسع الذي يضم عدة أفراد، لكن مع ظهور
تسرب أنماط حضرية مع المهاجرين، مع هؤلاء المشاريع، مع تحول ذاك الفلاح من مهنية الفلاحية إلى العمل داخل الميناء، تغير نمط حياته فأصبح يريد الاستقلال، تسرب مفهوم الفردانية. إذن إنشاء سكن في مجال قروي سابقا كان لا يتطلب إمكانيات مالية، لكن أن تنفرد بسكن منفرد إضافة إلى الوثائق التعميرية جعلت من فهوم البناء مسألة صعبة، وخاصة الآن هنالك قرارات صارمة من طرف المسؤولين لضبط ما يسمى بالتكتلات العمرانية في إطار احترام وثائق التعمير. فمثالا إذا ذهبنا في الطريق الوطني رقم 16 الرابطة ما بين رأس ملابطة إلى القصر الصغير، ماذا نلاحظ من وجهة من تصور جغرافي؟ نلاحظ عملية هدم جميع المباني الموجودة على الطريق، على يسار الطريق. ما معنى أن هنالك رغبة أكيدة لإعادة تنظيم المجال وفق معايير تعميرية جديدة. هذا يساهم في خلق قيود بالنسبة للبناء بالنسبة ذاك المواطن. دعني أنقل هذا الإشكال لأنه إشكال حقيقي بالنسبة للبادية المغربية، وقصب المجاز وقصب الصغير حتى هما كذلك على اعتبار أنها منطقة تتطور بشكل كبير، وكما ذكرنا الأستاذ عبد الواحد الهيشو تستقطب عددا كبيرا من الساكنة المغربية التي تريد أن تهاجر لهذه المنطقة للشغال في الأوراش الكبرى والمشاريع الكبرى. كيف تنظر بعين ابن المنطقة لهذا التحول على مستوى انضباط الساكنة لهذه الضوابط ديال الوثائق التعمير، ثم التطورات التي حصلت في علاقتها مع هذا الموضوع سي عبد الواحد الهيشو؟ هل الأمور تسير بسير طبيعي نحو التنظيم، نحو الهيكلة، نحو إيجاد مخططات حقيقية للتعمير بالمنطقة وتنظيم السكن والبناء هناك، أم أن الأمور تسير نحو العشوائية والفوضى سي عبد الواحد؟ سيدي خالد، بالنسبة للمنطقة شهدت جزء تحولات، فهذا الجانب الخصوبة والمسائل اللي هي مربوطة بالبشرية اللي ساعدت عليها هي التطور الثقافي. فالمعدل كان من 1.7 كل واحد في المواد ديالو، هاود من واحد هاود من واحد وتقريبا صفر في ثلاثة الأطفال في كل بيت. الثقافة اللي زبقت، لأن أصلا هذا الخط الساحلي الثقافة ديالو من فتحة على المنطقة الأندلسية، وكيعجبو يعيش مزيان، هذا إما قبل ما كينظر في الولادة كينظر في الدخل دي في المصاريف ديالها. اللي كنلاحظ هو أن المعدل بالدخل ارجع، المعدل بالدخل ارجع، لأن ولم يتحسن سعد وحيد. أنا نقول لك علاش رجع، لأن المنطقة كانت كتشتغل في الصيد الساحلي، ثم التضييق على الاقتصاد البحري في الصيد الساحلي. الناس كانوا كيشتغلوا في القطاع الفلاحي في المزروعات الموسميه اللي هي السوق الاسبوعي، فوقع التراجع ديالها، يعني اذا مشيتي غير السوق الاسبوعي كتبقى داك المواد البديله ما بقاتش كتدخل، كتجي من مارشي الجمله، من سوق الجمله. علاش ما بقاتش المواد المحليه كتدخل وصغات في السوق الاسبوعي؟ لان انخفضت الزراعه في المداشر المجاوره لذاك السوق الاسبوعي. لماذا انخفضت هذه يعني الديناميه الفلاحيه وديال المزارع في الضواوير ديال الجماعه؟ هذا
هذه شي حاجة خلت جديدة بعد صدور الكتاب، لأن الكتاب صدر في 21 ولكن صدرت مراسم تعميرية وقوانين مالية جديدة. أو بالنسبة للجامعتين ما عندها راه ولينا كنخلصوا الضريبة على الأراضي العارية، هذه ماشي في العلم بالناس كاملين، أن الإنسان إذا كان عنده أربعة الحوض دنانا كيخلص عليهم الضريبة على أنها بني أنها أراضي غير مبنية. وهذا في أي محيط وفي أي يعني محيط ومجال السياد واحد. هذا القانون كيسمى القرار الجبائي الجديد راه قاز بالمطرقة، لأنها كانت مراسلة أفقية السياسة المركزية. هل هذا يهم جميع تراب هاتين الجماعتين أم هناك مجالات معينة؟ جميع الجماعات التابعة لإقليم أسانجرا يصبحت تحت السلطة التنفيذية أدى القرار الجبائي أن فوق اللي عنده فوق ألف ديمترو كيدخل في الضرائب عاد كيخرج من الأراضي الفلاحية، وما يقدرش يشي بني آدم دابا يقدر يمشي يجيب شهادة من الفلاحة ما يعطيوها له شي، لأن دخلت في القرار الجبائي رغم أنها ماشي مناطق حضارية. فكيف يعقل أن مناطق قروية يدخل أراضي الفلاحية ديالها في القرار الجبائي على أنها أراضي عارية؟ هذه من جهة. الجهة الثانية ملي كنهضروا للخط الساحلي ملي كنقولوا الطريق رقم 16 علاش ما كيخليوش الناس يبنيو؟ شنو السبب؟ حتى اللي كيبني 50 مترو راه كيعمل داك المواد البناء اللي ما كيعملوها شي في العبارات. فصور السيد والمواطن كيبني الدار 100 مترو وكيعمل الحديد اللي كيتسمى في العمارات 12 طبقات. ماشي هذا هو المشكل، لان صور دابا الأرض كتعمل 1000 درهم والقانون كيلزمك باش دير فساد بني خاصك عندك 300 مترو، معنى أن 30 مليون خاصها تكون عندك ذا القيمة ذا العقار، معنى إذا بس كو عندك 300 متر والأرض 300 ذا المتر بس تدي عليها الرخصة الإدارية ذا البني كاين الأرض اللي 2000 درهم معنى خاصك 60 مليون العقاري فسوق القيمة المالية ديالو 60 مليون. وإذا قلنا غير 1000 درهم دابا في السوق ولكن دعني أطرح السؤال التالي. إذا كانت نسبة العقار قد ارتفعت بنسبة مهمة في المنطقة، ألم يعد هذا بالخير على ساكنة المنطقة وعلى شباب المنطقة؟ لماذا لم يتم تطوير برامج ديال إدماج الشباب؟ ولماذا لم نرى مشاريع الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة لهؤلاء الشباب؟ أم أن الشباب يعني أو النسيج الاجتماعي القروي لم يتخلص بعد من المنطق ديال خصني وجدة؟ نعم سيدي، السياسة العمومية في الجانب الاقتصادي لما كنقولوا الأرض هي تصرف دخل في البورصة لأننا لا استقرار لأي لا استقرار اقتصادي إذا ما كانت الدولة كتدخل في الحسبان ديالها التصرف في البورصة الاقتصادية. علاش هي محافظة على الخط هذا الساحلي؟ لأن هذا واحد الرصيد بنكي خصو يبقى في واحد الحساب مقفول لدوائر زمن الدولة. هذا رصيد عقاري كأنه صندوق مفتوح غير قابل للصرف في الوقت الراهن، لأن المنطقة تسعى باش يكون عندها مشاريع كبرى في السياحة وفي الاستثمارات الكبرى اللي يمكننا تغطي بهم النفقات العمومية بالسياسة العامة ماشي بالسياسة المحلية. فبالنسبة للعقار في القفر الصغير وقفر المجر دخلت بالسياسة العامة، دابا ما بقاش بالسياسة الإقليمية، أصبح أنه رصيد من أرصدة الدولة لدوائر الزمان. فمثالا إذا مشيتين قنقوج راه الأرض وصلت 3000 درهم وكيطلبوا في الرخصة البني 1000 مترو، معنى أن إذا غتشريو العقار هذا مزيان غتقول لي المواطن غيربح، المواطن غير شنو يوقع؟ التوجه بالناس اللي كانوا فاهمين التركيبة الاقتصادية ديال المستقبل أو ديال القرن ديال الألفية الثالثة جاو قبال واشتروا الأرض غير 20 درهم. معايا سيدي؟ نعم. الناس اللي كانوا قرابين التوجه بالمخطط الأفقي بالاقتصاد الألفية الثالثة جاو بكري وجملوا ضل الأراضي.
فالدرويش باع الارض ديالو. دا اليوم ملي كان تجبد الشهاده المحافظه الورق كتلقى ان المساحه الكبيره ماشي ما بقاتش ابناء الارض. يعني بلا ما نذكروا الاسماء لان رؤوس الحكومه السابقه هذا واقع كذلك للاسف. للاسف هو ان الثقافة، وقد ذكرت قبل قليل أستاذ عبد الواحد الهيشو مسألة الثقافة ومسألة الوعي، إذا رأينا أن هناك نوع من الوعي على مستوى تحديد عدد الأسرة لم يصاحبه فهم للواقع وتطوره، وهذا إشكال حقيقي. الله يرحم والدك، عندي إضافة بسيطة قبل أن أرجع إلى سعب بدر الدين، وسوف أعود إليك لاحقا. سي بغيت نعطيك واحد الرقم لأنك مربوط بالفقرة الأولى. تفضل. عدد العمال الطاجة المتوسط هو 7500، عدد العمال أبناء الأرض هو 350 في المجموع للميناء. أعطيني ذا النسبة المئوية الضرافة هي دابا. نعم، وربما ناقشنا هذا الموضوع عبر أثير إذاعة طنجة، إبان تنزيل المشاريع الكبرى. كان هناك إشكال أن الشباب لم يحظوا بتكوين مهني يؤهلهم لولوج المشاريع الكبرى، وربما هذا من الإشكالات التي تعترض تطور المشاريع وتعترض تطور النسيج الاجتماعي، خاصة الشباب الأستاذ الدكتور بدر الدين الرواس، في التأقلم والتكيف مع المشاريع الكبرى. وربما هذا الأمر هو نفسه الذي سوف يطرأ في مشاريع مماثلة. وهنا لابد أن أشير إلى ونذكر المثال أن المدينة الجديدة محمد السادس التكنولوجي التي هي على ضواحي مدينة طنجة لم يصاحبها لحد الآن أي مشروع للتكوين المهني لشباب المنطقة، وهذا نفس الإشكال الذي طرح في مشروع طنجة المتوسط ومشروع المعمل السيارات هناك. في الحقيقة هذا المشكل تطرقت إليه في أطروحة الدكتوراه. تساءلت في خلال عملي الميداني لماذا يتراجع عدد العاملين في المشاريع الاقتصادية من ذوي الأصول المحلية. نعم، من بين الأسباب التي وجدت، أولا ضعف المؤهلات التعليمية، وهذا ليس ذنبهم لأن المنطقة كانت منطقة لا تتوفر إلى حدود 2004 إلا على مؤسسات ابتدائية ونواة إعدادية فقط. إذن المؤسسات التعليمية تعتبر هي الركيزة الأساسية للرفع من المستوى التعليمي وخلق ما يسمى بالطاقات التي يمكن من خلالها أن تندمج بشكل سهل في المشاريع. إذن لدينا نحن مشروع اقتصادي مهم ألا هو ميناء طنجة المتوسط. نعم. إذا حاولنا أن نسقط مفهوم الاستدامة بمعنى أن هذه المشاريع أولى بها هم أهل المنطقة. نعم. لكن عندما فتحت نقاشا مع المسؤولين في الميناء قالوا على أن هؤلاء لا يتوفرون على شواهد تخول لهم العمل في الميناء. وهذه نفس التصريحات التي أدليت هنا عبر أثير إذاعة طنجة عند احتجاج الشباب وساكنة المنطقة عند نزول وتنزيل المشاريع الكبرى، وقد ناقشنا هذا الموضوع في حينه. نعم جيد. أضيف لك شيئا آخر، في لقائي مع أحد المسؤولين في المجلس الإقليمي أثناء قيامي بالعمل الميداني صرح لي على أن كان هناك نقاشا مستفيضا بين الفاعلين الترابيين لإنشاء مركز للتكوين في المهن المينائية. جميل. بمعنى أن هذا المركز سيكون مفتوحا في وجه الشباب المحلي ذوي الشواهد التعليمية التي تسمح لهم بولوج هذا المركز والخضوع لتكوين يسمح لهم بالاندماج في سوق الشغل داخل المركب بشكل سلس. نعم. واتفقوا على إنشائه في مدشر المنصورة، لكن هذا المشروع أقبر، لماذا الله أعلم. مقابل ذلك كان مشروعا آخر في مدشر الليشبة،
مشار لشبا تم إنشاء الثانوية التأهيلية التقنية القصر الصغير، كان هدفها في الأصل هو خلق مسلك متخصص في تكوين تقنيين وأطر في الخدمات المينائية، والتي تسمح لهؤلاء في العمل في مجموعة من المهام المينائية في الميناء. لكن عندما وصلت إلى هنالك وجدت أن هذا المسلك لم يعد للمهن المينائية، ولكن له علاقة بتركيب السيارات. ومن هنالك هل معنى هذا أستاذ بدر الدين غواص أن ونحن نصل إلى نهاية هذه الحلقة ولم تعد تفصلنا عن ذلك سوى دقائق، أستاذ بدر الدين غواص هل نحتاج انطلاقا من هذه الدراسة التي قدمتها في هذا الكتاب الدينامية المجالية بابي في الغربي حالة جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز، هناك مجموعة من الأرقام والمؤشرات أوردها الدكتور بدر الدين غواص في هذا الكتاب القيم، وبعد هذه الدراسة سواء تشخيصية قبل إنجاز المشاريع المهيكلة بالمنطقة أو جزء منها بعد هذا التحقق وهذا الإنجاز، هل معنى هذا أننا محتاجون إلى تصور جديد من أجل خلق دينامية اجتماعية تواكب الدينامية الاقتصادية بمنطقتي قصر المجاز وقصر الصغير؟ نعم، نحن في حاجة إلى خلق توليفة ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، بمعنى أن تلك المشاريع الاقتصادية هي مشاريع ذات صيت عالمي، لكن تلك المشاريع لم يكن لها صدى بنفس الصدى الدولي على المستوى المجتمعي. دعني أعود إلى الأستاذ عبد الواحد الهيشو لأتساءل معه. لست أدري أستاذ عبد الواحد الهيشو، أنت فاعل جمعوي وكنت مسؤولا في مسؤولا في المجالس الجماعية بالمنطقة، أستاذ عبد الواحد الهيشو ألم تتواجد بهذه المؤسسات المهيكلة الكبرى والشركات الكبرى مؤسسات ذات طابع اجتماعي تساعد مثلا فئات اجتماعية معينة سواء تلامي تساعد مجموعة من المرافق الجماعاتية المعينة، هل هناك قطيعة ما بين هذه المشاريع الكبرى والنسيج الاجتماعي بمنطقة القصر الصغير وقصر المجاز؟ للجواب بكل صراحة يساهمون مساهمة بسيطة ولا تصل إلى درجة الثمرة. معنى ملي كنقولوا من المحفظة هذه محفظة وطنية كيشتكوا منها جميع التلاميذ والتلميذات على المستوى الوطني. لما كنقولوا النقل المدرسي ف80% هي بالمجلس الجهة والمجلس الإقليمي والجماعات المحلية الترابية والترابية. فكيعطيوهما واحد 50 درهم بالمساهمة على كل تلميذ في الشهر. والعدد التلاميذ في كل كلهم ماشي كلشي كيستافد من المشاريع الكبرى، غير الجامعات اللي فوق منا المشاريع. لما كنقولوا من الثانوية أنجرا فما عندهاش الحق في الشفافية هذه، عند الحق غير من منحة الجهة المساهمة الجهة والمساهمة الإقليمي والجامعة أنجرا. فهذا العملاقين للاستثمار كنستفد منهم غير الجامعة القصر الصغير وقصر المجاز اللي هما عدد تلاميذ ديالهم ما كيفوتش 2500 تلميذ. مزيان على مستوى النقل فوسائل النقل السيارات هما كتشريهم إما الجهة لتعاون مع المجلس الإقليمي لأن الجامعات ما عندها والو باش يمكن لها تساهم. كتعطي كل عام سيارة من كل جماعة، ولكن في إطار التوجه العام الجهوي التوجه العام الجهوي فولو كيتعطوا بالتناوب كل سنة كيتعطى واحد السيارة جماعة من الجامعات السبع اللي هما موجودين في الضرب الإقليمي. بالنسبة للحل أنا أرى شخصيا وهذا رأيي الشخصي، أرى شخصيا بحكم التجربة لا الإدارية من داخل الميدان كمشارك العملية التدبيرية الشأن العام المحلي أو على المستوى
التجربة الاجتماعية والاقتصادية أو التجربة الإعلامية والقربة ديالي الساكنة بقرب يومي 24 يوميا أنا دابا موجود في المكان، هو ضم الجماعة القصر الصغير وضم الجماعة قصر المزاد ليصبحان جماعة واحدة، لأن نعم. كل واحدة وعلى رجل واحد. سي عبد الوحيد غير في هذا الإطار هذا راه تم دمج ديالهم على مستوى التعمير في إطار القطب الحضاري والإداري، وبالتالي راه ندمج الإداري والترابي. نعم هذا هو الإشكال. قلت خصو يكونوا جماعة حضارية لأنه ماذا مقصين ما عندهمش الحق باش يستخلصوا الضرائب مثل المشاريع الكبرى. لا لا جبائي. غير اسمح لي السي عبد الواحد. نعم. الروبريك يعني تلك الرسوم من جانب القانوني، وأن القانون المالي كيقول نعم. على أن المداخيل ديال الميناء المركب المينائي يتم استخلاص الرسوم المينائية بنسبة 5% من مداخيل الشركات العاملة في المركب لصالح الجهة، بمعنى أن من المطلوب هو أن هذه الجماعات تترافع لدى الجهة. نعم الجماعات يجب أن تترافع من أجل إعادة وتعديل هذه القوانين التي تسمح لها بالاستفادة من مداخيل الميناء، خاصة جماعة قصر المجاز التي أنشئ فيها هذا المركب. لا ننسى بأن قصر المجاز لا علاقة للجماعة في وضعها الحالي بمركب مينائي يحتل المراكز العشر الأولى على المستوى الدولي، لا وجود لعلاقة ما بينهما. أنا أطلب من مقاربة الاستدامة أن جماعة القصر المجاز يجب أن تكون نموذجا يحتذى به في التعاطي مع مشاريع التنمية الاقتصادية، بحيث هي خصها تكون هي الأولى اللي يمكن لها تستفد نعم. من المداخيل المركب. نعم سي عبد الواحد دقيقة واحدة وتفصلنا عن نهاية الحلقة، تفضل. بالنسبة هذا العمل هذا فعلا بالنسبة السلطة المينائية هي وكالة وطنية بظاهر الوكالة الخاصة وكالة خاصة بظاهر رئيس الجامعة اللي هي فوق منه ذا الوكالة لا حق له بالدخول إلى الميناء إلا بعد طلب الإذن أو الترخيص الكتابي أو الشفوي. لا يحق لرئيس جماعة توجد ذا الوكالة فوق ترابها أن يدخل الميناء بطريقة عادية بدون إذن مسبق. نعم. فكيف أن يفرض عليها شيئا آخر؟ نعم. نعم. إذا ما هي بشكل عام سي عبد الواحد الهشوم، ما الذي ينبغي القيام به من أجل هذه التوليفة التي ذكر سي بدر الدين الروس قبل قليل، من أجل أن نخلق هذا الاندماج أو هذه الاستفادة ما بين التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي؟ أنا هذا مقترحات، لأن النقاش ديالنا المتميز خصوصا للمستمعين باقتراحات باش ما نكونوش شفويين او عدميين او لكن غير كنعلقوا. نعم تفضل. فاللي كيعلق على شي حاجه يعطي الحل ديالها باش ما نسموش احنا نقاد. لا النقيض. شنو هي الاقتراحات ديالك عبد الواحد؟ الاقتراحات هي ان الجماعتين معا يصبحوا جماعه واحده، هذه هي الفكره الاولى. الفكره الثانيه على مستوى التعمير، القانون التعمير اللي غيخرج جديد خصو يفرق ما بين التعمير الاقتصادي والتعمير الصناعي والتعمير الاجتماعي. يكون في التسويب ضد القانون ان السكن الاجتماعي تكون عنده شروط محدده، والسكن الاقتصادي شروط، والسكن الصناعي شروط. فما يمكنش يطبق مول الدار خصو ينعس اولاده او يجوز ولده يطبق له على سبيل غيخصو يعمل اوتيل. نعم واضح. وما يمكنش
شكرا جزيلا سي عبد الواحد. انا عارف على ان عندك كثير من النقاط، ولكن نصل الى نهايه الحلقه، بقينا دقيقه واحده. اعطي سي بدر الدين أهواص لكي نختم مع هذه الحلقه التي خصصناها للديناميه المجاليه بالريف المغربي الغربي، اقول حاله جماعتي القصر الصغير وقصر المجاز. نعم، هو في الحقيقه الدراسه هي من بين الدراسات القليله الجغرافيه في اقليم فاس انجر، هي فقط هي هذه الدراسه هي لفت انتباه إلى هذا المجال الهش والمهمش رغم هشاشته، وإنما له وضع استراتيجي وتاريخي. ثانيا، نتمنى أن تكون هذه المشاريع لها أثر اجتماعي على إقليم فاس أنجرة. وشكرا جزيلا. جزيلا دكتور بدر الدين أبواس الذي اليوم يهدينا هذا الكتاب الذي قال أنه لفت انتباه و شد انتباه للمسؤولين، للساكنة، للمثقفين، للباحثين، لابناء هذه المنطقة، من أجل كثير الدراسة وتنقيب في حيثيات هذه الدينامية المجالية، من أجل خلق هذا التناغم بين التطور الاقتصادي وأثره على التطور الاجتماعي بالمنطقة. شكرا جزيلا لك دكتور بدر الدين رواص على هذه المشاركة. شكرا جزيلا. وشكرا كذلك سعد الواحد الهيشو الأستاذ الصحفي والإعلامي والفاعل الحقوقي والجمعوي بالمنطقة. شكرا لكم أعزائنا المستمعين على حسن الإنصات والمتابعة. شكرا محمد عنيبة، هذا خالد شطيبات يحييكم في متمية الحلقة. إلى اللقاء.